مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا. نبدأ برنامج هذه الليلة بحصيلة زيارة السفير الفرنسي ووفد من رجال الأعمال للأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص وآفاق تعزيز التعاون البيني. القسم الثاني نخصصه لمخرجات الاتفاق بين وزارة العدل وجمعية هيئة المحامين التي قررت تعليق الإضراب عن العمل، ونختم بتطورات الساعة الأخيرة للتصعيد في جبهتي غزة ولبنان. أهلا بكم. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا في القسم الأول من العيون الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح، وهو رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك معنا. كما يسرنا أن ينضم إلينا من باريس الأستاذ مصطفى طوسة، وهو إعلامي وخبير في الشؤون الفرنسية والأوروبية. أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم محمد سالم عبد الفتاح. نريد أن نتوقف أولا عند حصيلة هذه الزيارة، الزيارة التي يقوم بها السفير الفرنسي ووفد كبير من رجال الأعمال. ما هي حصيلة هذه الزيارة إلى الآن؟ أهلا بك أستاذ جوهر، تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين. بالفعل نحن نتحدث عن زيارة هامة نظرا أولا لسياقها، كونها تأتي بعد أيام قليلة من ذلك الموقف التاريخي الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرباط، بالاعتراف الصريح والواضح بالسيادة المغربية على الصحراء، وباعتزامه الدخول في خطوات عملية للترافع حول هذا الموقف ولدعم أيضا الجهد التنموي في هذه الأقاليم بما ينعكس إيجابا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ساكنة هذه الأقاليم. اليوم السفارة الفرنسية ممثلة في السفير الفرنسي بالرباط تقود وفدا دبلوماسيا ووفد أيضا اقتصادي يمثل زهاء الخمسين مدير ورئيس يعني ومقاول يزور فرنسي، يمثلون طبعا غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية ويعقدون الأيام الاقتصادية الفرنسية المغربية هنا في الأقاليم الجنوبية للمملكة بغرض أولا الاطلاع عن كثب على الوضع في هذه الأقاليم، المتسم أولا بتحقيق الأمن والاستقرار، المتسم أيضا بالآفاق الاستثمارية الواعدة، والمتسم أيضا بجهد تنموي كبير تبذله المملكة في هذه الأقاليم، تعزز أساسا في العشرية الأخيرة من خلال ذلك النموذج التنموي الرائد الذي أعلن عنه عاهل البلاد هنا في مدينة عيون سنة 2015. طبعا نتحدث عن نموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم الذي بلغت الاعتمادات المالية المخصصة له زهاء 100 مليار درهم، وبالتالي هؤلاء المستثمرين أولا يعرضون يعني خبرتهم، يعكفون على نقل، على اعتزامهم مستقبلا نقل خبرات، نقل أيضا توطين الكفاءات، وأيضا الحضور من خلال الرأس مال الفرنسي في هذه الأقاليم للاستفادة أيضا من الزخم التنموي المتحقق هنا في هذه الأقاليم. طبعا هذه الأقاليم ما لاحظه هذا الوفد المهم هو الآفاق الاقتصادية الواعدة فيها، طبعا اقتصاد متنوع، موقع استراتيجي، مناخ من الأمن والاستقرار، بيئة استثمارية مشجعة، سواء تعلق الأمر بالتشريع، سواء تعلق الأمر بالتسهيلات الضريبية، سواء تعلق الأمر العقاري الشاسع، سواء تعلق الأمر أيضا يعني الموقع هذه الأقاليم ضمن مبادرات ذات طابع إقليمي وقاري يقودها عاهل البلاد. نتحدث أساسا عن المبادرة المتعلقة ببلدان أفريقيا الأطلسية والمتعلقة بتمكين بلدان الساحل الملوج والواجهة الأطلسية، إلى جانب أيضا مشاريع كبرى من قبيل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وأيضا مشروع الربط القاري، وهذه كلها يعني هذه المبادرات وهذه المشاريع ذات طابع إقليمي والدولي كلها تتموقع ضمنها هذه الأقاليم وتأخذ حيز هام. وبالتالي هؤلاء المستثمرين طبعا يعتزمون انخراطهم في هذه الدينامية يعود بالنفع بما يعزز العلاقات بين البلدين وبما يعود بالنفع على ساكنة هذه الأقاليم.
طيب سنعود إلى هذا الموضوع، لأن هذه الغرفة لا تكتشف الآن الأقاليم الجنوبية، مندوبيتها كما تعرف موجودة من العيون منذ 8 سنوات تقريبا. سنعود إلى هذه النقطة وهذه التراكمية الموجودة في هذا العمل. قبل ذلك أنتقل إلى باريس مع زميل مصطفى طوسى. أهلا بك أستاذ مصطفى طوسى معنا. ما زلنا نتابع في وسائل الإعلام الفرنسية الكثير من الصدى لهذه الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمغرب، وهذه الفرص الاستثمارية الموجودة اليوم في المملكة المغربية. ما الذي يجعل هذه الزيارة بهذا الصدى المنقطع النظير؟ كثيرا ما سافر الرئيس الفرنسي، ولكن وجهة كهذه تسيل كل هذا الحبر وتثير كل هذا النقاش. ما الاستثناء في هذه الزيارة؟ نعم، يعني يمكن أن نرصد عدة عناصر تقف وراء هذا الاهتمام الفرنسي والدولي الكبير بزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون. أولا، أن هذه الزيارة تأتي بعد نفور وخصومة دامت سنوات، يعني حتى أن البلدين كان على وشك يعني أن تكون هناك قطيعة دبلوماسية بسبب خلافاتهما الاستراتيجية. والعنصر الثاني، وهو أن فرنسا تبنت منعطفا سياسيا دبلوماسيا كبيرا يقلب جميع الموازين القوى في المنطقة، في علاقة منطقة المغرب العربي مع أوروبا، في علاقة فرنسا مع إفريقيا. يعني هذا منعطف كبير، اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء بهذا الوضوح. ولذلك نعم، لحد الساعة لا زالت أصداء هذا الحدث يعني نجدها في المنتديات الإعلامية والسياسية الفرنسية. بالعودة إلى زيارة السفير كريستوف لوكورتي، هذه يعني أولى الخطوات الملموسة التي جاءت بعد الخطاب التاريخي الشهير الذي ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي، وتعهد فيه حرفياً بأن فرنسا ستساهم اقتصادياً في تنمية هذه المناطق عبر البحث عن كل فرص الاستثمار في هذه المناطق. وكما قال ضيفكم من العيون، هذه المنطقة الأقاليم الجنوبية المغربية يعني غنية بفرص الاستثمار وبالإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي تقدمها لأي مستثمر أجنبي. ذلك نعم، كريستوف لوكورتي يعني فور اعتراف فرنسا الرسمي والواضح لا لبس فيه بمغربية الصحراء، توجه على رأس وفد اقتصادي يبحث عن هذه الفرص الاستثمارية للشركات الفرنسية، لكي يكون هناك هذا اللقاء الجديد المتجدد بين المغرب وفرنسا، أن تكون هناك أيضا مصالح فرنسية ومصالح مغربية. واللافت أيضا الذي ألفتني وهو لقاءاته المتعددة مع القيادات المحلية للأقاليم الجنوبية، مع الفاعلين الاقتصاديين المهمين، وهذا يعطينا الدليل بأن فرنسا انخرطت بطريقة لا رجعة فيها في الدعم لمغربية الصحراء على هذه الشكل. طيب أستاذ عبد الفتاح، كما تعرف الغرفة الفرنسية بمندوبيتها تعرف جيدا الداخل، تعرف العيون، تعرف جولميم كذلك. ما هي القطاعات التي تهتم بها أكثر فيما يتعلق بالاستثمار، وما هي الخبرات ربما التي يحتاجها أكثر سكان المنطقة؟ اسمح لي أن أوضح أمرا مهما فيما يتعلق بعلاقة المستثمرين الفرنسيين بهذه المنطقة، حتى وإن كانت طبعا تجمع المملكة بفرنسا وبغيرها من الشركاء داخل الاتحاد الأوروبي حتى الدوليين. جميع هذه الشركات طبعا التي تعقدها المملكة تشمل الأقاليم الجنوبية وتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية، لكن كان دائما هناك حرج بالنسبة للمستثمرين يتعلق بمواقف دولهم، خاصة ما يتعلق بالجانب القانوني، رغم أنه هناك تراكم فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي في الفترة الأخيرة من خلال استصدار عديد قرارات المحاكم الدولية في صالح المملكة، خاصة يعني تراكسون الفرنسية ومحكمة يعني العدل لندن، محكمة استئناف لندن إلى غيرها من الاجتهادات القضائية، وإن كان بعض التشويش من خلال توظيف بعض الهيئات العدلية ضد من طرف خصوم المملكة للتشويش على هذه الشركات. لكن متابعو تصديقا لكلامك، متابعو الشأن الاقتصادي يقولون إن رجال الأعمال كانوا دائما يبدون رغبة كبيرة في الاستثمار ويرون فيها قبلة للاستثمار في السنوات المقبلة، ولكنهم كانوا ينتظرون ضوءا أخضرا واضحا من باريس. كانوا ربما يتحرجون مخافة يعني الاصطدام مع الموقف الفرنسي أو موقف الرسمي لبلدانهم، لكن اليوم المستثمرون
يتحرك بأريحية. ولعل دعيني أوضح أمرا لربما خلفيات الموقع الفرنسي، من أهم دوافع تغير الموقع الفرنسي أيضا هو الجانب الاقتصادي، هو الضغط الذي مارسته لوبيا اقتصادي ومارسه يعني المستثمرون الفرنسيون، غرف الاقتصاد ويعني اتحاد المقاولين وغيره من الفاعلين الاقتصاديين الذين كانوا يدفعون بهذا التوجه، واليوم يتحدث يعني يتحركون بأريحية كبيرة جدا بعد هذا الموقف المتقدم. وهذا ما يفسر هذا الزخم، يعني قدوم وفد كبير إلى جانب موقف الوفد الرسمي إبان زيارة الرئيس الفرنسي إلى الرباط، واليوم أيضا وفد اقتصادي هام جدا يمثل غرفة التجارة والصناعة الفرنسية إلى جانب السفير الفرنسي يتواجدون هنا في الأقاليم الجنوبية، وبالتالي هم يتحركون اليوم بأريحية كبيرة جدا على اعتبار أنهم ينسجمون مع الموقف الرسمي الفرنسي. لكن فيما بخصوص سؤالك حول اهتماماتهم، طبعا هناك حديث عن قطاعات اقتصادية واعدة، يتحدثون مثلا عن مسألة يعني الطاقات المتجددة البحري. أكيد عن يعني انخراط أيضا في مسألة الإنعاش العقاري، في مسألة الطاقة المتجددة، في مسألة التكنولوجيات الحديثة وغيرها من القطاعات، فضلا أيضا عن قطاعات تقليدية كانت هنا يعني تتواجد من في الأقاليم الجنوبية، كالتعدين من خلال المكتب الشريف للفوسفات، يعني منتجات الصيد البحري، تعليب الأسماك، وأيضا مسألة أيضا الفلاحة، لأن يعني هناك اتفاقيات فلاحية تجمع المملكة مع فرنسا، وهناك أيضا يعني تصدير هذه المنتجات إلى السوق الفرنسي بشكل كبير من هنا. طبعا أتحدث عن المنتجات المستقدمة من الأقاليم الجنوبية المملكة، ولكن هناك أيضا تركيز على مشروع الربط الكهربائي ما بين هذه الأقاليم وما بين المركز الاقتصادي المغربي في الدار البيضاء، وبالتالي هناك قطاعات واعدة ستتعزز أيضا من خلال البنى التحتية ضمن مشروع يعني تهيئة الساحل الأطلسي الذي أعلن عنه عاهل البلاد، والذي وقع شراكات اقتصادية هامة جدا مع عديد الشركاء الدوليين من ضمنهم صناديق سيادية لبلدان مثلا من حجم الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أيضا مشاريع كبرى من حجم مشروع جوب الغاز المغربي النيجيري الذي يمر عبر هذه الأقاليم، فضلا عن ميناء الداخل الأطلسي ومطار الداخل هوب وغيره من المشاريع البنى التحتية الهامة التي تحتضنها هذه الأقاليم. أستاذ مصطفى مطوسى، المغرب لطالما طالب بأن تكون الدول واضحة تماما في موقفها من مغربية الصحراء، الآن أصبح الموقف الفرنسي واضحا داعما كذلك، بالمقابل فرنسا ماذا تنتظر من المغرب؟ نعم، فرنسا تنتظر أولا أن يفتح لها أسواقها، ومن بين وعلى سبيل المثال يعني ما يقوم به حاليا السفير الفرنسي في البحث عن فرص استثمار للشركات الفرنسية في هذه المنطقة. بالذات أنا أتفق تماما مع ما قاله الضيف من العيون عندما يقول أن من بين الأسباب الأساسية للمصالحة المغربية الفرنسية أن كان هناك دعم يعني أو ضغط، والكلمة الأصح هي ضغط، من رجال أعمال الفرنسيين من الشركات الفرنسية الكبرى على الرئيس الفرنسي على السلطة السياسية بأنه لا يجب علينا أن نفوت هذه الفرص الاقتصادية في هذه المنطقة لأن هناك غموض. واضح تماما هذه المآرب الاقتصادية، ولكن بالنسبة إليك فرنسا التي اجتازت لحظات عصيبة كانت متموقعة استراتيجيا في إفريقيا، الآن ذهب منها الكثير وأضاعت الكثير من الفرص، هل تنتظر من المملكة المغربية أن تساعدها على إعادة تموقعها مرة أخرى، خاصة وأنها تعرف إفريقيا جيدا؟ نعم، وهذه الظاهرة قالها أو عبر عنها الرئيس الفرنسي بطريقة واضحة، المغرب أصبح قوة إفريقية مهمة، عنده علاقات مميزة مع منطقة الساحل ودول غرب إفريقيا، هذه المناطق الدبلوماسية الفرنسية والنفوذ الفرنسي قد بدأ يتراجع لأسباب عدة، وهناك تعويل فرنسي على يعني الأنشطة النشاط المغربي في هذه المنطقة، العلاقات المميزة والتواجد الاقتصادي والنفوذ الديني والسياسي للمغرب في هذه المنطقة لكي تكون هناك مشاريع مشتركة بين المغرب وفرنسا في هذه الأقاليم. إذا ممكن أن نقول بأن يعني بطريقة أو بأخرى فرنسا تعول على المغرب
لكي يساهم في تحسين علاقة فرنسا مع هذه المناطق التي كانت هناك عدة يعني توترات وأزمات بينها، وهذا شيء طبيعي عندما يعني تبلور شراكة استراتيجية بين بلدين، فالكل يستفيد من نقاط القوة للشريك الآخر. المغرب سيستفيد من فرنسا لأنها ستصبح قاطرة أوروبية تدفع باقي الدول الأوروبية للتوجه إلى الاعتراف الكامل والشامل بمغربية الصحراء والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وفرنسا تنتظر من المغرب أن يساعدها أيضا وأن يشاركها في المشاريع الاقتصادية العملاقة التي لا تقتصر فقط على السوق الأوروبية بل تطال أيضا الفضاءات الإفريقية. شكرا جزيلا لك مصطفى توسى على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك لضيفنا من العيون الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح. بعد قليل نلقاكم مشاهدينا في الجزء الثاني، نرجو أن تتفضلوا بقى.